توقف أكثر على هذه المبادرة، أكيد بصيرنا نرحب معنا بالاستوديو بالأستاذ علي المبيض، معاون وزير الثقافة. صباح الخير أستاذ، وأهلا وسهلا فيك. صباح النور إليك وللآنسة، وأنا بتشكرك على المقدمة الحلوة اللي حكيتيها عن حلب من شعر نزار أباني. بداية كتير جميلة لمدينة جميلة ولموضوع مثير جدا بنحكي عنه. صحيح. خلينا بالبداية نحكي عن هي المبادرة، ترشيح حلب كمدينة مبدعة. بداية رح أعطي فكرة موجزة، تذكير للسادة المشاهدين، ذكر ضمن التقرير اللي عرضته اليونسكو أصدرت قائمة المدن المبدعة عام 2004 وحددت 7 مجالات إبداعية لقبول انضمام المدينة لهذه القائمة. والمجالات الإبداعية هي الفنون الشعبية والصناعات التقليدية، الفنون الرقمية، التصميم، الأدب، الموسيقى، المطبخ، وتذوق الطعام. بالضم القائمة لغاية الآن 116 مدينة من 54 بلد حول العالم، من اليابان وأوروبا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا، دول مختلفة من العالم فيها المجالات الإبداعية 7 أو في إحدى المجالات، في أحد هذه المجالات. من المدن العربية المنضمة لها القائمة مدينة زحلة من لبنان، ودخلت عن مجال الطبخ وتذوق الطعام، بغداد عن الأدب، أسيوط من مصر عن صناعة تقليدية، والصويرة من المغرب عن الصناعات التقليدية. الحقيقة القائمة بتهدف للاستفادة من الخبرات والمهارات والمعارف لدى المدن الأخرى يلي بتشابهنا بظروف المادية والتراثية والحياتية اللي عم نعيشها. خلال عام 2016 قمنا بترشيح مدينة دمشق لهالقائمة عن مجال الصناعات التقليدية، وكان لنا عدة لقاءات من خلال شاشتكم الكريمة للإعلان عن هذا الموضوع. يوم أمس تم الإعلان عن بدء إجراءات إعداد ملف الترشيح لحلب مدينة مبدعة، واخترنا مجال الموسيقى. حلو. وقت منقول الموسيقى يعني الموسيقى والغناء، الموشحات، القدود، الأدوار. ومثل ما بيعرف الجميع موسيقى حلب تتميز بخصوصية قد لا تتواجد في محافظة أخرى. علما أنه كل محافظة من محافظاتنا السورية إلى خصوصية بتراثها وبفلكلورها، وإن كان يجمعها خط ناظم واحد هو العراقة والأصالة. فمثل ما نذكر هلأ بالتقرير، حلب صنفتها اليونسكو بأقدم مدينة في العالم، وقدرت عمرها حوالي 12,000 عام. جت دمشق في المرتبة الثالثة وعمرها 9,500 عام، في المرتبة الخامسة اللاذقية ب7,000 عام، والمرتبة التاسعة كانت الرقة. إذن 4 مدن سورية من أصل 10 مدن هي الأقدم في العالم. هذا بيعطيك مؤشر لتراكم المهارات والمعارف الكبير لدى السوريين. من هذا المنطلق نحن اخترنا العام الماضي دمشق، واخترنا حلب، وأيضا سنختار ونقوم بترشيح كافة المحافظات السورية لهالقائمة، وكل محافظة في لها خصوصية معينة. نعم أستاذ علي، خلينا شوية نحكي عن الخطة اللي انوضعت لترشيح حلب. يعني نحن أخذنا فكرة عن الموسيقى والقدود الحلبية اللي هي مثل ما ذكرت مشهورة بكل العالم، وهي يمكن لوجو حلب هي موسيقى والأصالة الحلبية. خلينا نحكي يمكن الخطط اللي وضعتها الوزارة للترشيح، أو شو هو البرنامج، أو شو هي الخطط القادمة اللي رح تبلشوا فيها. تمام، تسلمي على سؤال مهم. خطة الوزارة هي قسمين نوعين، وبمشاركة المجتمع المحلي، يعني هي مبادرة من المجتمع المحلي لتسجيل عنصر الموسيقى لحلب، وهذا كتير مهم بهالفترة الحالية. الموسيقى عنصر من عناصر التراث، وشو يعني أنا حافظ على عناصر التراث؟ يعني حافظ على هويتي، هويتي اللي فيها خصوصية، الهوية الشخصية لكل إنسان إلى خصوصيته، تتضمن اسمه، مواصفاته، ميلاده، مكان ولادته، يلي بينطبق على الأشخاص بينطبق على الدول. هوية الدولة هي خصوصيتها، ولحتى أضمن استمراري كدولة يجب أن أحافظ على هويتي وخصوصيتي حتى ما تضيع ملامحي بين الدول، وحتى أستطيع أن أنافس الآخرين
في المستقبل. قد لا أستطيع أن أنافس الغرب في تكنولوجيا الأسلحة أو غزو الفضاء أو الاختراعات اللي لها علاقة بالكمبيوتر وما شابه، لكن أبداً ما حدا بيستطيع ينافسني بتراثي، بحضارتي، بثقافتي، بحضارتي اللي عمر آلاف السنين مثل ما ذكرنا آلاف سنين قبل الميلاد. لذلك لحتى أتميز بين الأمم لازم استند بشكل كتير راسخ على تراثي وحضارتي، بدون طبعاً ما واكب الواقع وساير الظروف المعيشية. هلأ قبل ما أكمل لازم أحكي أنه مين مشترك معنا بإعداد الملف. أولا المجتمع المحلي له دور أساسي، الأفراد، الجمعيات الأهلية، المعنيين بالموسيقى والتراث الحلبي، أيضا الوزارات كافة المعنية. فمبادرة إطلاق حلب هي عمل جماعي ومشترك وتضافر جهود بين وزارة الثقافة، وزارة السياحة، وزارة الإعلام، وزارة التربية، وزارة الإدارة المحلية، ومحافظة حلب وهي المحافظة المعنية بموضوع الموسيقى الحلبية، والمجلس المديني وجمعيات أهلية عديدة بمقدمة الأمانة السورية للتنمية هي شريك أساسي واستراتيجي لإعداد ملف الترشيح. هلأ خطتنا شو عاملين لحتى نرشح المدينة تنقسم لمحورين اثنين، محور داخلي ومحور خارجي يتقاطع دولي يتقاطع مع الخارج. المحور المحلي هو عبارة عن مجموع الأنشطة والفعاليات اللي تخدم ملف الترشيح اللي هو الموسيقى والغناء. ممثل بمين؟ مين اللي ممثلوا الملف الموسيقي مثلا الأشخاص؟ هلأ مثل ما لاحظتوا بالتقرير امبارح الاجتماع عقد بمشاركة أكثر من 65 شخصية من الموسيقيين والباحثين والمهتمين بالشأن الموسيقي. هلأ الأنشطة هدفها توثيق الموسيقى الحلبية، توثيقها، تأصيلة إذا كانت أصيلة بمدينة حلب، أم توضيحها شيء إذا كانت مشتركة مع بعض المدن أو مع الإقليم على سبيل المثال. ومو غلط وغير وما بيقلل من قيمة الموسيقى إذا كانت مشتركة مع بقية المدن، لكن المطلوب هو الدقة والتحري المصداقية في إعداد ملف الترشيح للأمم المتحدة. والمنظمة الدولية لها معايير دقيقة بإعداد الملف، لذلك حددت قسم للأنشطة بتبين علاقة المجتمع بالمجال الإبداعي اللي هو الموسيقى، علاقة الموسيقى بال التطور، استمرار الموسيقى الحلبية مع التطور، نعم، مواكبتها لواقع الناس. يعني ما تكون الموسيقى قاعدة بحجرة ببرج عاجي، يجب أن تواكب وتعالج وتصور واقع الناس ومشكلاتهم، تسليط الضوء على الموسيقيين وكاتبي الكلمة، التطور الموشح حسب الفترة الزمنية. تعرفوا أكثر عن قدود قديش قديش يعني القدود يلي هي انتشرت بكل العالم وحافظينها كل الناس، مين العامله، مين اللي مغنيها، كمان هدول القصص كمان كثير مهم. يعني هذا مثل ما ذكرنا سابقا هو جزء من خصوصيه، يعني في كثير ناس ما بيعرفوا حلب الا من خلال صباح فخري، صحيح، وهذا شيء ايجابي. ما بيعرفوا مثلا دمشق او الشام الا من خلال مسلسلات غوار، وهذا شيء ايجابي. وفي يعني اغاني جدا قديمه للتراث الحلبي في كثير من الدول يمكن العربيه بتاخذها انه هي قديمه، فهي قديش مهم نحافظ على هذا التراث، قديش مهم نحافظ على الموسيقى الحلبيه القديمه، لانه دائما في قصص انه لا هي الموسيقى مو حلبيه، هي الموسيقى لا لبنانيه، هي الموسيقى لا، في أصول قديمة لهي الموسيقى نحن عم نحاول نحافظ عليها، هي هوية، هي تراث. وقديش مهم اليوم في ظل الحرب اللي عم تتعرض لها سوريا، يمكن هي أهم ضرب الحضارة والثقافة والفكر السوري، ترشيح حلب اللي عانت من الإرهاب معانت لتكون مدينة مبدعة اليوم. سيدتي حلب تستحق بجدارة أنه تتربع على قائمة المدن المبدعة، وهي بتعطي قيمة مضافة للشبكة وليس العكس. أي محافظة سورية وتدخل للمنظمة الأمم المتحدة أنا باعتقادي أنه تعطي قيمة مضافة للأمم المتحدة، وهذا ليس من باب التعصب فقط، نحن نتكلم الحكي من باب المحبة والعاطفة، لكن في وقائع نستند إليها. الموسيقى والقدود وهي فرصة هلأ خلال إعدادنا لملف الترشيح أنه نوثق
بعض الأغاني اللي مثل ما تفضلتي حضرتك في ناس ما بيعرفوا أنه الملحن حلبي أو صحيح. سوري. في كثير ألحان موسيقية انشهرت وانطلقت من مصر لكن هي أساسها سوري. وهي فرصة لنسلط الضوء على هذا الأمر ونعطي الموسيقي وكاتب الكلمات حقهم بهذا المجال. أيضا الرقص، رقص السماح، هو أيضا يدخل ضمن مجال الموسيقى اللي عم نحكي عنه. نعم. نعم، لكن ضمن هالخطط يلي حضرتك حكيت عنها، خلينا نحكي ايمت رح يتم المباشره فيها لهي الخطط، او ايمت رح تباشروا فيها؟ يعني نور حلب القدود بتشتهر، بالقدود بتشتهر كمان ايضا بالاصوات الجميله، يعني مو بس الله يطولنا بعمره صباح فخري، ايضا في اسماء كثيره. الخطط حطيناها نبلش بالتنفيذ على ارض الواقع، وشو اول خطوه؟ مبارحة كان الاجتماع الإعلان الإعلامي عن هذا الأمر ليكون الكل عنده علم أنه نحن ماشيين بهالاتجاه. لكن من مبارحة بلشت الخطوة الأولى. حلو. من مبارحة بلشت وعقب الاجتماع الرسمي يعني كان لنا جلسات خاصة مع المشاركين، حنقوم بتشكيل فرق عمل صغيرة لتوزيع العمل ولتحديد المسؤوليات. أيضا كلهم حسب اختصاصه، بجوز أنا ما عندي فكرة عن التراث لكن عندي فكرة عن الموسيقى والعكس. فمن مبارحة تماما بلش العمل. طبعا هذا مرتبط بأمور إجرائية لدى اليونسكو، إلى علاقة بالمدة، إلى علاقة بتقديم الملف، كيفية إعداد الملف. قديش في مدة محددة ولا سلم؟ هذا الأمر لازم يكون جاهز بحلول شهر حزيران من هذا العام. طبعا في بعد من إجراءات إدارية لدى اليونسكو كتحكيم الملف لدى محاكمين بيختاروا من عدة دول، ثم تعلن النتيجة بنهاية العام. نهاية العام الحالي. نعم. طيب خلينا نحكي، بعد ترشيح حلب كمدينة مبدعة، شو نشاطات وزارة الثقافة اللي ما عم تتوقف نهائيا رغم كل ظروف الأزمة في سوريا؟ لأنه بنحس النشاطات ما زالت موجودة بجهد أكبر، يمكن موجودة بكثافة. بس قبل ما نسكر ملف الترشيح، من ضمن اشتراطات اليونسكو انه نضل عم نعمل ابديت لخططنا وفعالياتنا خلال 4 سنوات القادمه، ولازم نكون على تشبيك مع بعض المدن الاخرى. حلو. ضمن هذا المجال ونرفع هالشيء لليونسكو، فكل فتره هنين على اطلاع دوري انه انتم وضعتوا خطه، شو نفذتوا منها، شو ما نفذتوا. المتابعه والاستمرار. متابعه. نعم. وهذا طبعا في فائده على حلب وفي فائده على المجال اللي نحن عم نشتغل عليه. فائده يعني كل إنسان بجوز يستقرئ فوائد حسب السوية وحسب الرؤية. لكن من أبسط الفوائد أنه حلب تدخل الميديا الإعلامية الهائلة للمنظمة الدولية. يعني أنا على سبيل المثال في بعض المدن ما كنت أعرفها إلا من خلال قراءتي لقائمة المدن المبدعة، فعملت سيرش عن المدينة، عرفت أين تقع، عدد سكانها، النظام تبعها، المواصفات، المجال الإبداعي اللي سجلت فيه. وهذا بالنتيجة بيسلط الضوء على مدينة قديمة، على مدينة تعرضت لحصار ظالم، لحرب إرهابية. يعني هون قديش بيرفع أسهم ترشيح المدينة مع الخراب ومع الدمار ومع استمرار الحفلات ومع استمرار الأصوات ومع استمرار انطلاق أهم المرشحات وأهم القدود الحلبية، قد بيرفع يمكن من الأسهم لحلب؟ أكيد مثل ما ذكرتي حضرتك الحرب، ونحن عم نحكي ثقافي هلأ. صحيح. الحرب اجت على جانب كبير منها على الدور الثقافي والحضاري لسوريا. يعني تدمير آثار أو تشويه هوية ثقافية هو جزء من الحرب، ما زال يحاور الآخرين بمجال ثقافي وفني وإبداعي. صحيح. هو الموسيقى. صحيح. وهذا إحدى الفوائد، ونحن عم نحاول نكرس هالناحية أنه السوري هو سليل حضارة. نعم. هو سليل إنسانية، هو سليل رفاهية فكرية وثقافية. هيك ألحان ما بتطلع من إرهابي. هيك ثقافة ما بتطلع من إنسان متنقل. هي دليل الاستقرار والثقافة والرخاء وتراكم. هون دور وزارة الثقافة كمان في الحفاظ على التراث يمكن والحضارة والثقافة السورية وحمايتها قدر المستطاع. هون بنرجع لنجاوب على السؤال اللي ذكرتيه حضرتك. دور وزارة الثقافة كمؤسسة رسمية هي تكريس الثقافة السورية ونشرها والترويج لها وإزالة الشوائب منها، وهي إحدى أهداف أحداث الوزارة. وهذا النشاط اللي صار يلي بدأ مبارحة منتهى مبارحة بدأ مبارحة هو أحد الوسائل اللي عم تتبعها وزارة الثقافة لتعزيز
الثقافي ومنها إقامة المعارض اللي ألمحتي إلى العديدة اللي هلأ نشيطة يعني بالأوبرا. لا يكاد يمر يوم إلا في فعالية بالأوبرا أو بمكتبة الأسد أو بالمراكز الثقافية العديدة. الكاميرا الأخبارية دائما متواجدة هنيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. صحيح أستاذ علي. وبدنا ننوه أنه خلال السنوات الماضية إن كان لوزارة الثقافة ودار الأوبرا دائما كانوا عم يستقبلوا الفرق الحلبية وكانوا عم يدعموها. كل سنة كان في حفلات كثيرة بتخص الحلبية بتخص هيدا التراث كرمال يضل عايش حتى بالظروف كتير صعبة. كانت يمكن وزارة الثقافة عم تدعم الموسيقى الحلبية. سيدتي الحالة الثقافية ليست حالة بطر. نعم. ولا ترف. وقت منقول ثقافة ليس فقط للرفاهية. هي من أساسيات تكويني كإنسان سوري. مثل ما ذكرتي مزبوط في عدة فرق حلبية اجت على دار الأوبرا خلال أسبوع. كان في حفلة كمان مطرب حلبي. الأوبرا أو المراكز الثقافية يكاد لا يخلو يوم وأنا واثق من هالكلام إلا في نشاط. وحلب والمحافظات الأخرى إلى نصيب كتير كبير في النشاطات اللي تقوم بدمشق كما لدمشق. نعم. إلى حضور مميز في المحافظات. أكيد هاي النشاطات رح نحكي عنها في الحلقات القادمة. الأستاذ علي المبيض معاون وزير الثقافة شكرا لوجودك معنا. بنتمنى لكم التوفيق على الجهود الكبيرة اللي عم تقوم فيها وزارة الثقافة اليوم ضمن كل الظروف اللي عم نعيشها ضمن كل ظروف الأزمة. كمان أنتم مقاتلين على الأرض يعطيكم العافية. الله عافيك وبتشكرك وبتشكر الأنسة وبتشكر الكادر الفني والتقني اللي عم يشتغل وراء الكاميرا. وصباح الخير. شكرا ويسعد صباحك. ونحن اكيد بدورنا نحن جاهزين كل يوم للاطلاع على اخر شو توصل له لترشيح حلب مدينه مبدعه. شكرا كثير لك استاذ. شكراً. علي. محطتنا التاليه من ريف حمص الغربي وتحديدا من حيث اقيمه تحت عنوان ذكرى الانتصار واعاده الاعمار. تحيه من قلعه الحصن وتدمر الى قلعه حلب بمناسبه الذكرى السنويه الثالثه لتحرير قلعه الحصن من الإرهابيين وذلك برعاية وزارة الثقافة. تفاصيل أكثر صدى زميلنا أسامة ديوب بحمد.